وأهمية العمل على إنهاء الاحتلال باعتبار أن ذلك أصل المشكلة وجوهرها في المنطقة. أيضا تحدثنا عن أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأيضا أن يتم المضي قدما في إعطاء ومنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. اتفقت الرؤى بيني وبين الوزيرة الرومانية على بالتأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في لبنان، وأنا تحدثت من جانبي عن الأهمية البالغة لتنفيذ القرار الأممي 1701 بشكل كامل وبما يضمن نشر قوات الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وحتى الحدود مع إسرائيل، والعمل على تمكين قوات الجيش اللبناني وأيضا تعزيزها هناك. كما أكدت من جانبي على شجبنا وإدانتنا الكاملة لكل الاعتداءات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد ليس فقط الشعب اللبناني والمدنيين اللبنانيين، ولكن أيضا ضد القوات الأممية في إطار قوات اليونيفيل الموجودة في جنوب لبنان والتي تم نشرها بموجب قرارات من مجلس الأمن. وبالتالي نرفض تماما مطالبة إسرائيل لهذه القوات الأممية الانسحاب من مواقعها. هذه القوات تم نشرها كما ذكرت بقرار من مجلس الأمن، وبالتالي لا يمكن لأي دولة منفردة أيا كانت أن تفرض إرادتها على المجتمع الدولي وأن تطالب بانسحاب هذه القوات الأممية من مواقعها. تحدثنا أيضا عن الوضع الإنساني الصعب في لبنان وأهمية تقديم المساعدات للشعب اللبناني، وأنا تحدثت من جانبي بطبيعة الحال على الرفض الكامل لفرض أي وصايا أو أي إرادة على الشعب اللبناني من الخارج، وأهمية أن يكون انتخاب الرئيس اللبناني بالتوافق من الشعب اللبناني بطبيعة الحال بكل طوائفه. تطرقنا أيضا لعدد من القضايا الإقليمية الأخرى على رأسها الوضع في منطقة البحر الأحمر وقضية حرية الملاحة في البحر الأحمر وما تتكبده مصر من يعني مشاكل وأعباء اقتصادية نتيجة لهذا التوتر المتصاعد في المنطقة، ممثلا في الانخفاض الحاد بأكثر من 60% من عائدات قناة السويس. تحدثنا أيضا عن الأوضاع في ليبيا، عن الوضع في السودان، عن الوضع في اليمن. توافقت الرؤى بيني وبين السيدة الوزيرة في الأهمية البالغة لمنع التصعيد في المنطقة ومنع اتساع رقعة الصراع الإقليمي وعدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية. كما تحدثنا أيضا عن الأوضاع في القارة الإفريقية وعن التعاون المشترك بين مصر ورومانيا في القارة الإفريقية، وتم تتويج هذا التعاون منذ عدة ساعات في البرنامج التدريبي الذي أطلقته وزارة الخارجية الرومانية ووزارة الخارجية المصرية ومركز القاهرة لحفظ السلام وفض المنازعات. هذا البرنامج التدريبي